كان انطلاق المعرض والمؤتمر الطبي الاول افريكا هيلس اكسكون. افريكا هيلس اكسكون قامت الهيئه من اكتر من سنه بالتنظيم والتحضير ليه بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. افريكا هيلس اكسكون ايه الشعار بتاعه، ايه الهدف منه؟ ان هو يكون البوابه الرئيسيه للتجاره والابتكار في افريقيا في المجال الطبي. افريقيا زي ما سياده الرئيس قال النهارده في الافتتاح هي قاره قويه، قاره فيها اوبورتيونيتيز كتير جدا للشركات العالميه. افريكا هيلس اكسكون احنا بنوجه انظار الشركات العالميه للقاره الافريقيه، بنقول للشركات العالميه تعالوا واستثمروا في القاره الافريقيه، القاره الافريقيه الفرص فيها كتير جدا. فاخترنا الهرم النهارده واقمنا فيه الحفله عند منطقه سوق والضوء، وكان فيه طبعا المسكار عمر خيرت وختمناها بفاير ووركس. واحنا بالمناسبه بنستقبل في الثلاث ايام دول اكتر من 1000 ضيف من خارج مصر، فدي فرصه يشوفوا مصر ويشوفوا اللي فيها. المؤتمر الطبي الافريقي الاول هو حدث فريد من نوعه، وهي مبادرة مصرية، وهذا مش غريب على مصر اللي هي دائما بتبادر لاحتضان مثل هذه المؤتمرات وكل المبادرات للتعاون المشترك بين الدول. احنا كدائرة مشتريات حكومية موحدة برضو في الأردن نتطلع لمزيد من التعاون مع الهيئة المصرية، وبعتقد انه هاي فرصة كتير كبيرة لدول أفريقية في هذا المؤتمر. وبرضو بحب اقتبس من كلام السيد فخامة الرئيس اليوم في الافتتاح، واللي قال انه مصر مد إيدها لكل الدول الأفريقية والدول العربية لكل سبل التعاون سواء في المجالات الطبية وغير الطبية. For this evening is a good opportunities event. هذا الحدث من أفضل وأحسن الفرص، لدينا الكثير من المتخصصين والعلماء والصيادلة، هذه فرصة جيدة للأفارقة حتى يتقدموا، كما أنها فكرة عظيمة من الحكومة المصرية.